تراوري لعيب 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 المالي لعيب المالي هيا هالمالي لأشرف أشرف أشرف لكن كرة أشرف راحت لعيب يا أشرف لكن الكرة بتضيع والمحاولة بتعدي إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى شوف الكرة شوف المحاولة من عمر تراوري عمر تراوري راوغ بشكل رائع وبعد ذلك أشرف بن شرقي حاول أن يحطها من فوق الكل المدرب اللي كان يقود نادي البطايح واللي أيضا تمت إقالته في الأيام الماضية طاقم تحكيمي في هذه المباراة هذه تمريرة ومحاولة لكن لم تصل إلى منذ أن ارتدى قميص الجزيرة وتواجد مع الجزيرة كرة تعود الآن محاولة لأشرف بن شرقي بن شرقي بن شرقي نقلها لكن كرة تمريرة أمامية محاولة عبد الله رمضان نقلها إلى علي مبخوت مبخوت يحاول الكرة تتخلص والمتابعة عادت إلى أشرف بن شرقي إلى مبخوت نقلها لكنها راحت سالة عن حارس المرمى راحت سالة عن حارس المرمى فرصة بتضيع فرصة بتضيع هذه الكرة هذه المحاولة لحظة التمرير من عبد الله رمضان إلى علي مبخوت علي تقدم شال المدافع ثم بعد ذلك بن شرقي شال حارس المرمى وبعدها علي مبخوت حاول لكن حارس المرمى زايد كان لها بالمرصاد تعود مرة أخرى المحاولة تمريرة أمامية وصلت إلى أشرف بن شرقي ناقلة مبخوت وضعها سجلها علي دوانها علي مبخوت يتقدم أولا ويسيج فيها راية فيها راية فيها راية الهدف يلغى الهدف والآخر يبحث عن أول أهداف ميلوش في دوري أدرك في هذا الموسم تعود الآن محاولة راحت بالجهة اليسرى تمريرة إلى أشرف بن شرقي حاول الكرة صدت راحت إلى ضربة مرمى إلى ضربة راجع في الخلف ويحافظ على الهدف لكن لم تأتي هذه الفرصة بعد كرة بتعود الآن محاولة إلى أشرف بن شرقي بن شرقي بن شرقي حاول بن شرقي يراوغ بن شرقي لعب له كرة في الأمام تمريرة علي خلفان خلفان مبارك بلمسة إلى خليفة الحمادي عرضية عالية المحاولة بالرأس راحت سهلة بأن يعيد البطايح مرة أخرى لنقطة البداية تعود مرة أخرى المحاولة لمسة لعيب لعيب أشرف أشرف بن شرقي نقل إلى علي 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 حاول الكرة الجهة اليسرى أشرف أشرف بن شرقي بن شرقي بن شرقي لعيب 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 المغربي عادت مرة أخرى سريرو يسدد لكن الكرة راحت سهلة عند حارس المرمى سهلة عند حارس المرمى أيضا عندما سئل عن مستقبله مع نادي الجزيرة لا قال لا أفكر في مستقبلي الآن أركز فقط على الجزيرة وعلى المباريات المتبقية هذا الموسم عبد الله يعود بالكرة في الخلف لمسة لأشرف بن شرقي هنالك الصافرة وخطأ يتحصل عليها اللاعب أشرف بن شرقي سلام إن شاء الله أكثر من لاعب سقط على أرضية الملعب في شوط المباراة الثاني من بدايته عمر عمر تراوري هيها عمر لك الكرة ضاعت الكرة ضاعت راحت من أمام أشرف بن شرقي راحت من أمام أشرف بن شرقي كاد بأن يأتي الثاني كاد بأن يأتي الثاني شوف عمر تراوري عمر تراوري في شوط المباراة الثاني دخل بديل من أول لمسة من أول محاولة يصنع الفرجة في اللقطة الماضية هيا هالي أشرف بن شرقي وعلى مستوى الفريق اللي راح يرافق الظفرة الأمور لم تتضح يا أشرف بن شرقي نقلها الكرة الخطيرة الآن تمريرة خلفان إلى أشرف لكن الكرة تتخلص تعود مرة أخرى لعبد الله رمضان عبد الله يحاول فيها لمسة إلى أشرف بن شرقي بن شرقي راوغ بن شرقي بن شرقي والكرة العرضية لكن تتخلص أيضا وتبعد إلى ركلة زاوية الكرة مبعدة عمر التراوري لأشرف بن شرقي بن شرقي بن شرقي حاول بن شرقي راوغ بن شرقي هيها لعبد الله رمضان عبد الله بلمسة لخليفة الحمادي راح يجرب يسدد لكن يعود بالكرة لخلفان مبارك خلفان ولمسة إلى أشرف بن شرقي لعيب 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 يا أشرف لكن الكرة راحت الكرة راحت والمحاولة بتعدي إلى ضربة مرمى لعيب هذا المغربي أشرف بن شرقي اللي راوغ بشكل ممتاز لكن النهاية لم تكن سعيدة لورنسي يا لورنسي هذه كرة اللعبة أشرف بن شرقي راوغ ثم هيها لعلي مبخوت لكن الكرة ضاعت الكرة ضاعت لورنسي 27 سنة
تراوري لعيب 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 المالي لعيب المالي هيا هالمالي لأشرف أشرف أشرف لكن كرة أشرف راحت لعيب يا أشرف لكن الكرة بتضيع والمحاولة بتعدي إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى شوف الكرة شوف المحاولة من عمر تراوري عمر تراوري راوغ راوغ بشكل رائع وبعد ذلك أشرف بن شرقي حاول أن يحطها من فوق الكل تعب منصور تعب أيضا الأستاذ محمد الجوكر